مرحب بقناة الفضائية الموصلية لزيارة مستشفانا مستشفى الشيخان العام في قضاء الشيخان للاطلاع على الواقع الصحي في مستشفانا، والتي هي قناة الفضائية الوحيدة السباقة في إيصال صوتنا إلى المسؤولين من حيث احتياجاتنا وإيصال أصواتنا في معاناة مستشفى الشيخان. طبعا في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها بلدنا العزيز والتي تصادف تحرير مدينة الموصل، قامت مستشفانا بالاستعدادات لعمليات تحرير الموصل بتجهيزها بكافة الأدوية ومستلزمات الصحية، والتي تم تجهيزنا بها من قبل دائرة صحة نينوى ودائرة صحة دهوك بالتعاون مع منظمات الصحية العالمية، أخص بالذكر منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصليب الأحمر ومنظمات الإنسانية التي صعب من ذكرها. مستشفانا تم تأسيسها في عقد السبعينات من القرن الماضي وهي بسعة 100 سرير، تم توسيعتها من قبل منظمات العالمية، وأخص بالذكر حاليا صالة العمليات التي تم توسيع صالاتها إلى 3 صالات وتجهيزها بأحدث الأجهزة، كذلك تجهيزنا من قبل منظمة الصحة العالمية ومؤسسة عمار الخيرية بأسرة الحديثة الكهربائية واليدوية. يعتبر جهاز الرنين المغناطيسي من الأجهزة المتطورة والتي تقدم خدمات تشخيصية بشكل عام وبشكل دقيق ومفصل على معظم الحالات المرضية، سواء كانت الجهاز العصبي المركزي أو الجهاز المحيطي أو الفقرات أو المفاصل أو حالات مرضية أخرى. بالنسبة للجهاز الحالي في مستشفى الشيخان العام، وجهاز من منشأ حديث، منشأ رصين، يمتاز بالدقة العالية بالتشخيص. نشكر بشكل عام بالجهود التي بذلت من قبل كافة السادة المسؤولين، وخص بالذكر الدكتور النائب فارس بريفكاني، معالي وزيرة الصحة، مدير عام دائرة الصحة نينوى ومدير عام دائرة الصحة دهوك، مدير مستشفى الشيخان، وكل وأخص بالشكر والتقدير لكل عامل. نحن نسميهم جنود مجهولين اللي بذلوا جهود من كادر تشخيصي وكادر فني وكادر هندسي حتى تكامل هذا العمل، واستطعنا بحمد الله تعالى أنه ننجز هذا العمل ونقدم الخدمات الصحية لكافة شرائح المجتمع. يخدم قوات المسلحة، يخدم البشمركة، يخدم المنطقة كلها بكاملها، يخدم يخفف من مناطق دهوك. يعني أنا جاي من غير منطقة بس على مود الجهاز، غير منطقة ماكو هذا الجهاز يعني اللي يطلع عندي، يعني حسب ما أنا افتهمت من الأطباء. طبعا خلف الله على وزارة الصحة وعلى اللي سواه واللي قام بهالبرنامج هذا.